أربعة عناصر تكفيرية ضمن خلية إرهابية تتكون من 5 أفراد في قبضة الأمن خلال عملية استباقية تركزت على معلومات استخباراتية لأجهزة الأمن التونسية في محافظة بنزرت شمال البلاد. أفراد الخلية المذكورة عملوا على التحريض ضد الأمن في البلاد وحاولوا استقطاب الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويرى مختصون أن تفكيك الخلية يعتبر نجاحا جديدا في ظل استراتيجية عمل تستند على الضربات الاستباقية للجماعات المتطرفة بطرق عدة. في هذه الآونة وقع تفكيك أكثر من خلية، وهي عبارة عن خلايا مسلحة وخلايا استقطاب، في بعض منها خلايا استقطاب نسائية، بمعنى أن اليوم يمكن أن نقف على نجاحات أمنية مرموقة قد تكون انعكاسا لتعافي جهاز الأمن التونسي ربما، أو تعافي وزارة الداخلية التونسية بعد 25 جويلية، وتركيز اهتمامها على تفكيك هذه الخلايا الدفينة التي تهدد الاستقرار والأمن التونسي. وفي خضم العمليات الاستباقية النوعية لقوى الأمن والجيش بمجابهة الإرهاب، يزداد الدعم الشعبي للجيش والشرطة في معركة التصدي للإرهاب وكبح جماحه. أحيي مجهودات الشرطة والأمن في مواجهة الإرهاب وتداعيات الإرهاب وما يخلفه الإرهاب. بارك الله في كل من ساهم في أنو البلاد وفي أمن البلاد، فهمتني، من جيش، من ديوانة، من داخلية. كمواطن تونسي أدعم الجيش والأمن التونسيين لأنهم هم عماد البلاد، هم حماة البلاد من أي خطر. وخلال الفترة الماضية تمكنت الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة بالبلاد من تفكيك عدة خلايا تكفيرية واعتقال متطرفين، فضلا عن إحباط مخططات إرهابية كانت تنوي تلك الجماعات تنفيذها ضد الجيش والشرطة ومنشآت حيوية. بينما تحاول الجماعات المتشددة المس من الأمن في البلاد، تعمل الأجهزة الأمنية على تفكيك المزيد من الخلايا التكفيرية واعتقال عدد من عناصرها وسط مساندة شعبية مطلقة، وذلك حفاظا على الأمن القومي التونسي. ياسر ذبابش، الغد، تونس.